اهلا وسهلا فيكم. الممثل جورج شلهوب، اهلا وسهلا فيك. الفنانه إلسي فرنيني والمخرج ألبير كيلو. اكيد هالجمعه تنحكي عن سلوى القطريب. ممثل جورج شلهوب، جمعتك بسلوى او جمعك بسلوى مسلسل ليالي شهرزاد ب 13 حلقه وسنه 79، وقدمت سلوى 24 اغنيه. خبرنا شو ميز هالعمل؟ بالفعل سلوى اجتمعنا ب 79 بس استمرت صداقتنا وبعدها مستمره لهلا، وخاصه مع بنت ألين. نعم. وزوجة ناهي. هذا المسلسل كان بالفعل لحديت هلا اذا عرض ببين قديش كان في شغل من ناحيه الاخراج ومن ناحيه القصه ومن ناحيه التمثيل ومن ناحيه الديكور والملابس اللي عملتهم بابو لاحود. مبين من الصوره قديش في جهد معمول على العمل، بس انما الصداقه استمرت كتير كتير من بعدها. وبالفعل كان العمل عمل مع سلوى ممتع جدا، لانه انساني ما فيني اوصفها الا ببراءه، بطيبه قلب، بصوت رائع قل نظيره. 24 غنية غنتهم بالفصحى من احلى ما يكون يعني غناء، وانا كان عندي 16 غنية بس انا كنت دبلجهم. نعم. دبلجي. صوتك مش حلو؟ ما بعرف. الناس بيقولوا مني شو استاذ ألبير؟ لا، عمل له دوبلاج وقتها على صوته. كونك طبعا مخرج العمل استاذ ألبير، اول شيء انا بدي اقول لك ميرسي كثير، لانه عرفت انه الغيت اخر تكه تصوير مهم. قلت انت سلوى حبيبه قلبي، ما ممكن الا ما اكون وشارك بلبنان يتذكر سلوى القطريب. مزبوط. شو سر هالوفا؟ مزبوط. سلوى بعدها معنا. سلوى عشناها بعطاءاتها كلها، عشناها بالمسرحيات اللي عطتهن، عشناها بهالعمل هيدا البارز فعليا. يعني سلوى لاول مره بهالعمل كانت عم بتمثل تلفزيونيا مش بالمسرح. نعم. لأول مرة عم تتقمص أكثر من شخصية في هالعمل هيد. 14 شخصية. كل حلقة. نعم. كان عندها شخصية مختلفة هي وجورج. كل واحد منهم عم بيلعب شخصية تماما مختلفة من حلقة لحلقة، بالإضافة لدورهم كشهرزاد وما إليه. نعم. فبرهنت على مقدرة تمثيلية، مقدرة حفظ، مقدرة أداء صوتها. سمعتيها هلأ بالغنية اللي عطتها. الألحان كلها لكانت المرحوم توفيق الباشا. أبدعت. فالذكرى هاي ما بتروح. يعني أنا شخصيا كل ما حدا بيسألني شو من الأعمال يلي بعدها بتتذكرها، ليالي شهرزاد ما بنساها. ما بنساها قطعا. نعم. للمجهود اللي انعطى فيه، وللمثل ما تفضل استاذ جورج وقال كله كان على مستوى كتير عالي. نعم. الفنانة والممثلة إلسي فرنيني كمان أهلا وسهلا فيك. من بعد المسلسل ليالي شهرزاد جمعتكم صداقة قوية، صداقة عائلية مع سلوى القطريب. صحيح. بعرف أنه بمنطقة سكن واحد وبالحزمية، وكمان عيد ميلادكم فرق يوم. يعني انت 17 سلوى 17 انا 18. 18. كنا شو اللي جمعكم السنين نعيدهم سوا؟ مع انه سلوى كانت تزعل، كانت تقول لا ليش فرد نهار هيك بيطلع لنا سهرتين عيدين. شو اللي جمعكم اكثر من هيك كمان؟ الحقيقه جمعنا كثير طباع، في كتير تشابه بطباعنا أنا وسلوى. يعني الكل بيعرفوا أنه سلوى ست بتحب الرواء، بتحب الوحدة شوي، التأمل، بتحب العائلة، حنوني، شغوفي، حساسي. كان في كتير تشابه بالطباع. كنتوا سوا بفترة الحرب، يعني فترة صعبة كتير. شو كنت تفكر سلوى؟ شو كنت تحس؟ شو كنت تقلك بهالفترة؟ سلوى لأنها إنسانة كتير شفافة، كانت على طول تحس بالقلق. يعني مين منا ما عاش قلق الحرب وإزعاج الحرب والخوف؟ وزيادة يعني أنه منطقتنا كانت منطقة معرضة،
نعم على طول للأسف وللهدايا اللي كنا نتلقيها. فعشنا هالمرحلة الصعبة سوا، وأكيد أكيد كنا مزعوجين منها كتير. سي جورج، بالنسبة لسلوى الممثلة شو فيك تقول عنها؟ حساسة وبالمختصر المفيد رائعة. كانت كتير، مع أنه كانت أول مرة بتمثل تلفزيون، كنت أتدرب أنا وياها قبل تاخد الملاحظات وتطبقهم بسرعة. ومع أنه لأول مرة بيمثل واحد تلفزيون بيكون عنده رهبة من الكاميرا، تخطت الرهبة. مع أنه هي من نوعك مثل ما كانت إلسي عم تقول، كانت تخاف كتير بالحرب، بس تسمع أزيف يعني كان يغب عالبة، يعني تصير كلها سوا ترجف. بس أنا كنت خليهم ينسوا هالشي، أنا على طول أنا عندي هيك حفلة عندي بالبيت، وكيس بيض أحمر أبيض رزي كل لقمة مع هيدي، نسيهم أنه في حرب أو شي. وكنا تجمعنا سهرات دايمة دايمة يعني خلال الحرب، يمكن يوم أي يوم لا إذا مش أكتر. وكانت تغني صوت سلوى، أنا برأيي فريد من نوعه، عدا عن الحنية والرواء اللي بصوتها، عندها قدرة على التحكم بصوتها والانتقال من عروبات لعروبات أخرى بسهولة. يعني إذا كنت عم تغني نهاوند تقدر تقفل وتطلع على الحجاز وترجع للنهاوند ساعة اللي بدها. ما بننسى أنه هي كمان بنت صليب الأطريب اللي أكيد. كان عبد الوهاب يجي لعنده ويسمعه عم يدق على العود. يعني بالفعل صوتها، أنا كنت معجب كتير بصوتها بهديك الأيام. والصداقة استمرت لفترة طويلة، خاصة أنه أولادنا كانوا عم يكبروا سوا، يعني ألين ويورجو ونديم. كنا مبسوطين كتير بالاجتماع العائلي مع بعضنا. ومنفقدها كتير. أستاذ ألبير، شو الفرق بين سلوى وغير ممثلات؟ مثل ما قال سي جورج، هلا سلوى لأول مرة عم بتمثل تلفزيونيا، كان عندها التخوف والرهبة، وهي اللي خليها تتحمل مسؤولية أكبر من غيرها، لأنه برزت على المسرح وكان بدها تبرز كمان على شاشة التلفزيون. فهالمسؤولية هاي جعلتها أولا تتحضر للعمل قبل ما توصل على الاستوديو من كافة نواحيه. اثنين، تتقبل كل شيء ملاحظة تعطى لها خلال، إن من ناحية الأداء أو من ناحية حركتها أو من ناحية أي عمل مطلوب منها خلال هالتمثيليات هاي، تتقبلهم بكل طيبة خاطر وتفوت فيهم. مش أنه لا هاي مش مناسبتني وهالزاوية هاي ما بتناسبني، خدني من هالمشهد. ما كان عندي إياهن هولي في البعض منهم، لا، مطواع إلى درجة كتير قوية، قديرة تتفهم بسرعة المطلوب منها لحتى تقدر تأديه من ضمن الشخصية الأساسية المرسومة لهالدورة. نعم أستاذ ألبير كيلو، أنا بدي أشكرك كتير، يعني ألغيت تصوير وجيت تشارك بسهرتنا لليلة، بدي أشكرك كتير على حضورك معنا. أنا بدي أشكركم لحتى نقدر نقدر نوفي هالشخص وهالممثل القديرة شيء من الوفاء اللبنانيين لازم يقدروا ليه. للأسف يمكن ما أخذت الوهج اللازم ولا استدامت بالمدة الطويلة اللي كان مفروض تبقى فيها، ولكن هالقليل اللي أعطته رح يبقى بصورة مستديمة بذهننا وبتفكيرنا، وألحانها رح تضل موجودة. صحيح. تحية لإلك المخرج ألبير كيلو، أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير.